احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانين. سلامي حققت القيام. وأشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المضطران اليسعود في عظته خلال القداس في كنيسة القديس جرجوس في ساحة النجمة إلى أن المسؤولين في لبنان يتجاهلون الاستحقاقات الدستورية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية. أليس هذا ما نعاينه في هذا البلد الذي دمرت عاصمته واغتيل أحراره ومفكروه وقهر أبناؤه وسرقت أموالهم وما زال مسؤولوه بسبب سوء إدارتهم وعدم تطبيقهم الدستور وتجاهلهم الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية؟ وأقيمت الزياحات والقضاديس بأحد الشعانين في مختلف المناطق اللبنانية. إليك يا غالب الموت وصلنا.